هذه الوثائق كذا كلها تدل على قيمة كويتية فيما للتاريخ الكويتي، لأن الكويت لم تكن أرضا مهدودة هكذا، كانت دولة كانت بالظاهر غير مستقلة يومها منع الاستقلال، ولكن هي دولة قائمة وفيها ناس موجودين ويكتبون، وهذا دليل على وجود ثقافة أيضا في الكويت. أنا أذكر ضمن الوثائق التي عندي، وهذه الوثيقة نشرت، صفحات من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، كتبها يعني كتب الصفحات هذه طبعا ضمن الكتاب كامل، كتب استرسخ كتاب الإمام مالك، يومها لم تكن الطباعة بالكويت قبل أكثر من 370 سنة تقريبا. من هو هذا؟ 350 سنة تقريبا، العفو قبل 350 سنة، رجل من أهل الفيلكة ومن العوازم، والعوازم كما نعرف قديمين لا يعرف تاريخهم بالكويت، قديمين جدا، قديمون هم بالكويت، من سكان الكويت القدامى جدا لا يعرف متى كذا، ولكن هذا الرجل يعتبر جد المرحوم شيخ مساعد العازم، شيخ عيد شيخ مساعد قبل 350 سنة، قبل 350 سنة. وكتب هذا الرجل كان يدرس الفقه المالكي والفقه الإمام مالك، وكما تعرف ليست هناك مطابع في الكويت، فكان يسترسخ بيده، وقد كتب الموطأ الإمام مالك بيده، ووجدت هذه النسخة طبعا في فيلكة، وكان نزيل فيلكة يكتب فلان بن فلان أحمد بن سعيد نزيل فيلكة، نزيل فيلكة أحمد بن سعيد بن مسعيد، بن مسعيد نعم، جد الشيخ مساعد العازمي. هذا مثلا قبل 350 سنة، 1074 هجري، حوالي 350 سنة قبل تاريخ التاريخ المكتوب. هذا مثلا دليل أيضا وجود الثقافة القديمة، توجد هناك مدرسة دينية أو معهد ديني يدرس الفقه المالكي قبل 350 سنة، وفي جزيرة من جزر الكويت وليست أيضا في داخل. طيب أستاذ، هذه موجودة وثائق عندي؟ وثائق موجودة طبعا، والآن هذا الكتاب اللي أقول، هذه الورقة نشرت ضمن الكتاب، الكتاب كاملا نشره مركز الدراسات الوثائق الكويتية، دكتور عبد الله غنيم الله يحفظه، وفي هذه الوثائق نفسها، وفي هذه الوثيقة بخط المرحوم أحمد بن سعيد، بخطه نفسه أحمد بن عبد الله بن سعيد بخطه، وموجود طبع كما هو. القصد من هذا أستاذ فهد أنهم كان هناك في الكويت نهضة ثقافية، كانت نهضة شعرية، نهضة أدبية، كتابات يكتبون، مثلا ابن زريج العازمي قبل أكثر من 180-170 سنة عندهم، إذا كان جدهم كذا موجود، وثائقهم موجودة، هذه الأشياء. ابن إيش؟ ابن زريج العازمي، ابن زريج معروف، هذا كان من القديمين، لعل أولاده ما أعتقد أحد إذا أحد موجود، للكثيرين في سنة الهيلك توفوا. أنا أذكر مثلا إيش كتب هذا ابن زريج؟ هذا كتب، لا لم يكتب، ولكن لديه بعض من الذين كانوا عند أرقاء ذاك الأيام سنة عبيد، يعني هم طبعا خدام وكذا، هؤلاء لهم كتابات قديمة أيضا موجودة. فهذه الأشياء تدل على أنهم كانت هناك نهضة ثقافية، كانت نهضة أدبية بالكويت.